أنا لقاء مع سيادة السفيرة لمياء مخيمر القنصل المصري العام بلوس أنجلوس. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا أستاذ عادل. ربنا يخليكي. في ناس كتير وعلى قوي كل قروا، المشاهدين مساء الخير. ربنا يخليكي، في ناس كتير قوي قروا على الصفحة بتاعت القنصلية إن في ناس جاية تصفي الموقف من التجنيد، والحقيقة احنا مش فاهمين الخلافة، فضلنا ان احنا نتصل بحضرتك عشان تفهمينا هل هو في القنصلية المصرية في لوس انجلوس ولا هو في السفارة في واشنطن، وتشرح لنا مين اللي يبقى على اتصال بيهم، والحالات اللي هي ايه، من سن كام لسن كام، هل هي التأجيلات ولا هي المتخلفين بس عن التجنيد يعني بغرض الهجرة وغيره والإقامة في أمريكا. حضرتك تقدر تشرح لنا النقطة دي؟ ربنا يخليك، اتفضلي يا فندم. طيب، هو مبدئيا يا ريت أستاذ عادل يبقى فيه الإعلان اللي احنا حاطينه على صفحتنا في القنصلية، في سواء الويب سايت ولا الفيسبوك أو موجود على اوكي. يعني انا ارجو من المخرج ان هو يحط الاعلان عن ايوه هو ده، القنصليه العامه لجمهوريه مصر العربيه، لجنه وزاره الدفاع لانهاء المواقف التجنيديه بمقر المكتب الدفاع في واشنطن، هو ده اللي موجود على تمام بالضبط. ومن هنا طبعا بطلب من كل الساده المشاهدين ان هم يدخلوا على صفحتنا، لان دايما فيها اعلانات مهمه جدا بالنسبه للجاليه، ودي طريقه تواصلنا معاهم. تمام. اللجنه كان بقالها فتره طويله ما جاتش، وقررت وزاره الدفاع ان هي طبعا بناء على الطلبات المتكرره مننا، واللي احنا طبعا بننقل بيها طلبات الساده المواطنين علشان يخلصوا مواقفهم التجنيديه مع اللجنه بتاعت وزاره الدفاع. اللجنه هتكون موجوده زي ما هو باين في الاعلان من 9 مارس الى 21، يعني خلاص جايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، وهتكون مختصه بانهاء الموقف التجنيدي للافراد او للمواطنين اللي تموا سن 29 سنه وعايزين طبعا يحصلوا على الاعفاء النهائي بتاعهم، تموا 29 سنه بدون طبعا اداء الخدمه، يعني كان في تاجيلات او الى اخره، وفي رسوم بتدفع، هي موجوده عندك في الاعلان، او ممكن طبعا يتصلوا ويعرفوا بقى كل التفاصيل بيها. لكن هي دي خاصه بانهاء المواقف مش بالتاجيلات. مش بالتاجيلات؟ لا، هي انهاء الموقف التجنيد نهائيا يتم ما بعد 29 سنه، الاعفاء النهائي. ايوه، اللي هو 29 سنه فيما فوق يعني. بالظبط كده. تمام. يعني لازم الشخص يكون تم 29 سنه عشان يقدر ان هو يبقى مؤهل وياخد بقى الشهاده بتاعته. تمام. بس في كمان تسجيل حسب ما هو جاي في الاعلان عند حضرتك، في طريقه بيسجل بيها المواطن ان هو عايز، عشان بس ما يبقاش في تكالب على اللجنه وكده، فبيسجل في الموقع احنا حاطينه وارقام تليفونات يقدر ان هو يتواصل بيها مع السفاره في واشنطن. طبعا اللجنه مش جايه لوس انجلوس ولا اي قنصليه تانية، هي هتكون موجوده وبتأدي عملها في وزاره، في مكتب الدفاع في السفاره في واشنطن. الرسوم موجوده برضو في الاعلان، يعني الرسوم اللي هيدفع تبقى مدفوعه كام؟ يعني يتصل باحد الارقام دي اللي هي 202-333-1283 او بالفاكس او وفي طبعا موقع برضو، وفي عندهم موقع برضو عن واشنطن يعني. نشجعهم برضو يعملوا. تمام. على كل المشاهدين اللي سالونا، وسياده السفيره بتوضح ان هو لابد ان يتصل، لان هو في لوس انجلوس ملهاش علاقه بده، لكن هي بيتم التنويه في القنصليات على المكان اللي بيتم فيه هذا التعاملات مع اللجنه من وزاره الدفاع. تمام كده يا فندم؟ تمام التمام، ربنا يخليك. كمان في لجنه اعتقد عن رقم القومي جايه، ولا دي جايه بالظبط بقى كده؟ احنا كمان بقى ده اللي عايزه الساده برضو المشاهدين يكونوا معانا، لجنة الرقم القومي جاية يوم 8 و9 و10 مارس إن شاء الله. فهو يعني شهر مليان ما شاء الله يعني بالحاجات الكويسة. ده كويس. للسادة المواطنين. وده هتيجي على مدى الثلاث أيام من 9 صباحا إلى 9 مساء. أيوة. هيبقى بس في ساعة راحة طبعا عشان الموظفين طبعا، لكن غير كده هي اللجنة مستمرة في عملها على مدى 3 أيام من 9 صباحا إلى 9 مساء، وده في مقر القنصلية في 6300 ويلشر بوليفارد. في إيه الورق المطلوب للرقم القومي؟ لأول مرة أو بدل الفائد؟
شوف يعني برضو حضرتك استاذ عادل، كل الحاجات دي موجوده على مكتوبة على الموقع ال بتاعنا، كلها موجوده على الموقع بتاعنا، لكن بصفه عامه هي كل حاله بحالتها. طبعا في مثلا حد هيجدد وهيجدد بدون تغيير اي بيانات، ده مش مطلوب منه حاجه غير ان هو يجيب الرقم القومي بتاعه ويتفضل عندنا بيه، من غير لو مش هيجدد ولا حاجه خلاص. تمام. بالنسبه مثلا للي هيجدد ويغير مهنه، عايز يغير مهنه، عايز يغير بيانات، يجيب اي مستندات داله على تغيير المهنه او على تغيير العنوان او على تغيير الحاله الاجتماعيه زي ما هو يعني، بس يجيب الحاجات وتكون موثقه. يعني اللي هيغير مهنه طب يجيب الموثقه هنا تبقى تبع النوتري بابليك يعني؟ لو في امريكا تبع النوتري بابليك والستيت ديبارتمنت بعديه، والاثنين خليكي بس بورقه كله كامل. تمام. لو من مصر يبقى هتبقى من الجهه اللي اصدرته في مصر، ويبقى مصدق عليه من وزاره الخارجيه ويجي لنا بالحاجات دي، هي اهلا وسهلا. تمام. بالنسبه بقى للاصدار اول مره، طبعا هيجيب بقى كل الحاجات الداله على ان هو بقى شهاده ميلاده المميكنه، باسبوره بقى لو يعني موجود، وال موقفه المهني اذا كان المميكنة. طالب او غيره يعني. ما هو اول ما بيتم 16 سنه فهو eligible ان هو، او يعني من حقه ان هو يصدر رقم قومي. تمام. فسواء طالب او هل في غرامه للي سنه 19 او 20 ما طلعهاش؟ لا لا، ما فيش غرامات في الرقم القومي خالص، بس المواطن طبعا بيبقى من يعني احسن له ان هو يبقى معاه رقمه القومي، بينهي بيه حاجات كتيره جدا جدا، وبيبقى يعني وضعه كده طب سليم. اللي ما معهوش باسبور وجيه هو طفل، ما فيش يا غرامات. فندم، اللي ما معهوش باسبور مصري وجيه هو طفل وكان مضاف على احد باسبور الوالدين، ينفع الباسبور القديم كاثبات شخصيه؟ لا لازم زي ما قلت لحضرتك شهاده الميلاد المميكنه. ايوه دي موجوده، لكن اقصد لا يعني هي الثانيه. ايه الموجود، شهاده الميلاد المصريه موجوده؟ ايوه. لو شهاده الميلاد المصريه طبعا دي بيها بيبقى من حقه. وطبعا يعني برضو في المستندات في الحاله دي برضو موجوده عند حضرتك في الاعلان وعلى الموقع. تمام تمام يعني. معلش انا شغوف ان انا اعرف من حضرتك، لان تبقى المعلومه ايوه يعني شورت بتبقى شورت اسهل وي. طبعا، بتبقى اسهل التعامل بيها طبعا. ربنا يخليكي. لا تحت امركم. ده بالنسبه وطبعا للرقم القومي اللي هو هيبقى ده ايام، بالنسبه للرقم هيبقى ايام ايه القومي. تاني يا فندم؟ ايام الاعلان تاني لو سمحت يا سياده المخرج. 8 9 8 10 8 و9 و10 من ماشي الساعه 9 ان شاء الله. للساعه 9 يعني 12 ساعه باستثناء ساعه واحده لراحه الموظفين. لكن دي طبعا هيعرفوها يعني لما يوصلوا عندنا، يعني مش هيحسوا بيها مش يعني مش ساعة الراحة دي مش هيحسوا بيها طبعا. طبعا اللي انما موجودين في يعني لوس أأمل انجلوس ان ونواحي كل لوس انجلوس، يعني ممكن يبقى كاليفورنيا ونيفادا وواشنطن وريفر، الولايات اللي هي قريبة يعني اللي يقدروا يجوا، هي لكن مش لازم الولايات الحضور شخصيا. القريبة وبس. هي شوف، هي الولايات اللي تابعة لدايره اختصاص القنصليه، ولكن كمان احنا تسهيلا على المواطنين اي حد هيجي لنا، احنا عندنا 11 ولايه تابعيننا من واشنطن لغايه طبعا كل ولايات الساحل الغربي، واشنطن، اوريجون، نيفادا، كاليفورنيا، هاواي، الاسكا، مونتانا، ايداهو، كل دول تابعين لنا. تمام. لكن اللي انا عايزه اقوله الحاجه المهمه ان احنا تسهيلا على المواطنين والساده المواطنين، ومع العلم ان اللجنه مش هتروح غير في نيويورك ولوس انجلوس، احنا هنقبل، واحنا عاده بنقبل يعني كل المعاملات اللي بتجي لنا من اي حته ثانيه. تمام. المهم يبقى بياناته سليمه وحاضره قدامه وعشان ما يتعطلش، ما ورقه يعطلش سليم الموظفين. وجاهز عشان بس ما تحصلش لا تعطيل ولا يبقى فيه احباطات كمان، يعني مش عايزين الساده المواطنين يروح يبقى ياخد المشوار توقعات. وفي الاخر مصلحته ما والله تتقضيش. يعني او ممكن الحاجات يدي بتروح وتيجي تليفون، راجعه. في طبعا في تليفون ممكن يستفسر عن اي حاجه للموجود برضو على الموقع، وحضراتكم تتواصلوا مع القنصليه. بس انا مش بشجع التليفون قوي يا استاذ عادل، هو التليفون موجود بس طبعا مع كميه الاتصالات دي، وشوف حضرتك كميه الاحداث اللي عندنا، بيبقى في ضغط على التليفون جامد جدا، والناس بتبتدي تشتكي. طب احنا عندنا موظفه واحده طبعا اللي بترد على التليفون، والباقيين مشغولين في المعاملات القنصليه. هو فيعني ارجو اعتقد ان تفاعل هي الساده الويب المواطنين في سايت، الموضوع. هي لما يقرا الموقع هيبقى عارف كل البيانات وعارف كل حاجه طبعا. وهيجهز نفسه على حسب الحاله وكمان بتاعته. عايزه برضو بالظبط عايزه اعرف الساده المواطنين ان احنا موجودين هنا في خدمتهم، ان احنا موجودين هنا علشانهم،
اي حاجه محتاجينها احنا موجودين علشان نعملها لهم، طبعا تبقى في ايدينا وتبقى بصوره قانونيه، طبعا احنا لا نتاخر. والاسلوب بتاعنا هو يعني، او فلسفتنا في العمل هي التسهيل على المواطن، لان طبعا يعني البعد عن البلد والحاجات اللي زي كده بتجيب طبعا موضوعات كتير، فاحنا التسهيل على المواطن نمره واحد بالنسبه لنا. يبقى سؤال بس من المشاهدين على الهوا بيسأل بيه دلوقتي، لو بدأ الفائد وما معهوش البطاقة وفقدت من سنين، يعني هو مطلعها من التسعينات وفقدت مثلا من 5 6 سنين وما يقدرش يعمل محضر فخد، طبعا بالنسبة للإجراءات في مصر يعمل ايه بدأ الفائد؟ هي من التسعينات دي هتكون ايه، بطاقة شخصية بقى اللي هي؟ لا لا لا، بطاقة رقم قومي 95 او 96 من بدايتها يعني. بطاقة رقم قومي معاه بدل الفائد ما ولا عايز هو ما هو هو فقدت البطاقة، فقدت لكن معاه الرقم ومعاه الشهادة المميكنة. لا لازم طبعا يبقى في محضر شرطة طبعا. من فين؟ يعني من ازاي أمريكا؟ طبعا يعني، معلش يا استاذ عادل، بس ازاي يعني المواطن يبقى يطلب ان هو يعني ومن غير ما يبقى عامل الحاجات اللي لازم السلطات علشان تقدر موقفه لازم تبقى قدامها اوراق معينة، محضر الشرطة ده اساسي فيعمله، يقول انا اتفقد مني من فتره طويله وغلط، مش اشكال يعمله يعملوا في حتى عربي لو كان جديد. يعني، هو ده متاح في امريكا انه يعمل محضر كده ويجيبه يعني، مفيش مشكله يعني. يقول لهم مش فاكر التاريخ اللي فقدت فيه بس، تمام، لكن لازم واحنا يعمل بناء عليه. طب بس برضه يعني شهاده ميلاده برضه المميكنه بالحاجات اللي هي مطلوبه، يعني يشوف بقى في حاله البدل الفائت ايه الاوراق اللي مطلوبه بالظبط. في ناس بيقولوا اللي ما طلعش خالص يقرا اللي على الويب سايت، وسياده السفيره قالت اللي ما طلعش خالص يلتزم بالبيانات والتعليمات، ولازم بالظبط، شهاده الميلاد شهادة المميكنه الميلاد أساسية، اساسيه، شهادة الميلاد المميكنة موقفه الديجيتال المهني وسنه وحاجات كده، دي لازم تبقى باينه في البيانات، بالظبط وطبعا اي بالظبط. حاجه عليها صوره علشان تثبت شهاده الميلاد دي لهذا الاسم يعني. نيجي يعني بقى الباسبور طبعا أساسي. ايا كان بقى مضاف او غيره او خلصان برضو يعني ممكن اللجنه تعتبره يعني، يعني يعني اتفضل يا على استاذ. حسب الامكانيات يعني اللي هي متاحه، لانه بالظبط مش هيقدر يخترع اي حاجات تانية. لكن بالنسبه اللي هو هل شهاده الحاجات اللي هي الرسميه دي، مش عارف بقى دي ممكن يعني شهاده اللي هي الكارنيه النقابه وكارنيه النوادي الرسميه في مصر، هل تعتبر ده ممكن عشان انها ادمان، تعتبر دي لو تعتبر عايز يثبت، يثبت اصل في ناس من كتير الاثباتات بتبقى مش يعني. عايزه، في ناس كتير بتبقى مش عايزه ان هو يتحط لها بدون عمل او حاجه زي كده، فيجي وده طبعا حقه ان هو يتحط مهنته، بس لازم يثبتها. مفيش حد هيجي يقول انا بشتغل كذا من غير ما يبقى معاه كارنيه النقابه، ما في حاله مثلا طبيب او مهندس او اي حاجه من اللي لها يبقى نقابات عارف اي مهن الكارنيه من النقابي، مفهوم يا فندم. ولو هو بيشتغل في اي شركه في امريكا وحب يثبت مهنته في امريكا برضه دي يجيب من من هيومن الشركه ريسورسز بيجيب جواب ويصدق عليه من النوتري بابليك بعديه ستيت ديبارتمنت انه الموضوع كذلك. تمام. نيجي بقى للانتخابات المصريه، وده يعني دي احنا بقى الحاجه المهمه الحاجه جدا المهمه جدا برضو، 16 ثلاث احداث اهم و17 من بعض. و18، وان بالظبط شاء الله بالظبط كده هيبقى في حشود للانتخابات، ودي ان احنا شاء الله. بنقول للناس ده تفويض تاني لايا كان انت هتختار، ده تفويض تاني لمحاربة الارهاب، وانك انت مصر على ان حقك في ايدك وانت بتدلي بصوتك، وان حقك انت تملكه كمواطن مصري خارج مصر الان من القنصلية المصرية. هتبقى اللجنة لجنة الانتخابات في القنصلية المصرية بس في لوس انجلوس، وطبعا في واشنطن وفي نيويورك في نفس الميعاد، مش كده؟ مش في واشنطن، لا في واشنطن، مش في واشنطن بس يعني، واشنطن، نيويورك، شيكاغو، هيوستن، واحنا الخمس قنصليات اللي موجودين خمس كلهم قنصليات فيهم في لجان انتخابية. لجان انتخابية، مش بالضبط. مفيش أي فرع تاني يعني، ما ملناش أي فرع تاني غير اللي هم الخمس قنصليات اللي موجودين بما لا فيهم هي السفارة في في واشنطن. القنصليات، تمام بالضبط هي في تمام القنصليات، وان شاء الله يعني نشوف بقى الساده المواطنين باعداد حقيقي تبقى جديره بالحدث، لان ده حدث مهم جدا جدا زي ما حضرتك قلت. احنا بنعيد بالظبط تاكيد يعني او بنعيد دعمنا للجهود اللي حاصله في مجال الارهاب وفي مجال التنميه وفي مجال كل المجالات، والامن والامان جوه مصر برضو. يعني احنا مش لازم ننسى ابدا تجربتنا السيئه جدا لما الناس ما خرجتش بالاعداد تصوت،
تمام. يعني ده جاب لنا نظام احنا ما كناش كلنا راضيين عنه، فاحنا دلوقتي لازم نحط ده قدامنا هدف، ان احنا حتى لو متأكدين من النتيجة، حتى لو، انما ده مش كفاية ابدا ان احنا يعني نقعد في البيت ونقول احنا مش يعني ضامنين النتيجة. تمام وان شاء الله هتيجي يعني جايه ناس من جميع الولايات اللي تبع لنا برضه. تمام 16 و17 و18 من 9 صباحا ل 9 مساء بالظبط ان شاء الله. وطبعا ما فيش راحه ساعه المره دي ما فيش راحه ساعه. لا انا اسفه، انا يمكن قلت من الساعه 9 ل 9 بالنسبه للرقم القومي، هو من 9 ل 7 من 9 ل 7 للرقم القومي قدام الاعلانات. انا اسفه جدا، من 9 ل 7 للرقم القومي، لكن في الانتخابات من 9 ل 9. وبعدين احنا يعني بنريح الناس يعني يقولنا بس، واحنا ان شاء الله يجوا ونشملهم بكل الرعايه، هيتخبوا ويمارسوا حقهم الانتخابي. والمفروض ان الناس بتتعامل مع يعني نقول ارقى الدول في ارقى حضاره موجوده، وشايفين الانتخابات الامريكيه بتبقى عامله ايه، فممارسه الحق كمصري لازم تعتز بيه، وان ده يبقى حقك وفي ايدك، وده وصوتك غالي، دي سلطه للتغيير في الاوقات القادمه، ان ما كانش الان ممكن تبقى بعد كده. يعني 25 و30 مليون لما ينزلوا الانتخابات لازم يغيروا، بدل ما ننزل ونعمل مظاهرات، لا عندنا الصندوق ونقدر نغير بيه ونقدر نمارس حقنا الدستوري كمصريين بالخارج. بالمناسبة دي يعني احب طبعا ان انا ادعو كل المصريين لهذا، ده حفل الديمقراطية او بداية الديمقراطية في مصر زي ما حضراتكم عايزين تسموها، وبدعوك يا فندم انك انت تدعو كل المصريين كمواطن وليس كسفيرة في امريكا، كمواطن تقول لهم ايه الحافز اللي ممكن نجنيه من خلال الانتخابات ده، وان احنا نحضر مواطن بيدعو مواطن مصري موجودين في الخارج لممارسة الحق الدستوري. تفضل يا فندم. يعني هي ببساطة ان احنا بنمارس حقنا، ان احنا بنقول كلمتنا، ان يعني لما يتاح لنا ان احنا نقول كلمتنا دي حاجه يعني لازم ان احنا يعني نبقى شايفينها حاجه عظيمه جدا جدا، ان احنا بنعيد تاكيد الثقه في حتى لو كنا يعني ايا ما كانت الاتجاه رايح فين في التصويت، بس احنا بنعيد تاكيد الثقه بالمرشح في المرشح اللي احنا ان شاء الله وراه، ان احنا بنمارس حقنا زينا زي اي مواطن تاني في اي دولة محترمة وكبيرة. احنا مصر يعني اعظم دولة واقدم دولة في العالم، وحقنا الانتخابي ده موجود من عشرات السنين. النهاردة بيتاح لنا ان احنا نقوله بحرية، فده يعني دي حاجة الحقيقة لازم نكون حاطينها قدام عينينا، ما نقولش ابدا ان احنا لا وانا اروح ليه، لا لازم نروح ولازم نقول كلمتنا. المواطن المصري صوته غالي وصوته عزيز، وان شاء الله يقدر بيه نقدر بيه يعني سواء نقول ان احنا ماشيين على الطريق السليم، ان احنا بنعيد الثقة، يعني اي حاجة من رسالة عايز المواطن يوصلها بيوصلها بصوته. فكلكم ان شاء الله مدعوين ان احنا نقف كده جنب بعض، نقف حربنا ضد الارهاب، نقف حربنا ان احنا نعيد ثقة المواطن ونعيد الاقتصاد على مجرى سليم بتوفير الامان جوه مصر وخارجها، ومصر وصورتها الدولية كمان تبقى في مكانتها دايما اللي كانت دايما موجودة. شكرا يا فندم. بنشكر سيادة السفيرة لمياء نخيمر القنصل المصري العام بلوس انجلوس. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. انا متشكرة ومتشكرة لكل السادة المشاهدين. شكرا. ان شاء الله نشوفكم بقى في الحاجات الكتيرة اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله يبقى لنا كمان لقاء على الهواء من داخل اللجنه الانتخابيه، ان شاء الله يبقى يوم السبت. ايوه انتم جايين بقى معانا تغطوا ان شاء الله، فهتنورونا اكيد ربنا يخليك. شكرا ميرسي، وشكرا لسيسات وليك يا استاذ عادل. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. الله يخليك، ميرسي، ربنا يخليك.